على بني الإنسان جئت ما لم يأته الوحش والطير والحيوان، فبقلب قد من حديد فكرت وقدرت وسعيت وتدبرت وذبحت. ما الذي كان يجري في عروقك؟ لو كان دما لما ذبحت. ألم تفقد بعدها صوابك؟ كلا، لأن الإنسان مات في ذاتك. توجه المحكمة بمناسبة هذه القضية رسالة: أبناؤكم أمانة، هبة ربانية ونعمة عظيمة، أعملوا فيهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واحذروا قوله: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ونعود إلى المتهم: إن المحكمة وهي بصدد المداولة لم تجد لك من سبيل للرأفة ولا متسعا للرحمة، فمن لم يرحم الناس لا يرحمه القانون الرادع الزاجر. ومن هنا كان إجماع آراء أعضاء المحكمة على وجوب القصاص، فقد يكون في موتك بهذا القضاء عظة للناس خير من حياتك. لذلك وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية والمداولة قانونا، وامتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، صدق الله العظيم. حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بالإعدام، وألزمته المصاريف الجنائية.